الحر دي تبقى تخلي الماتشات دي تبقى اصعب كمان ما تتعبوا. بس كل ماتش له الحل بتاعه، حتى لو الحل بيبقى صعب شويه بس المهم تعرف توصل للمكسب. الحمد لله عرفت اوصل للمكسب السنه دي. السنه اللي فاتت لما كنا في الاجواء دي خسرت الماتش، فالسنه دي لازم احاول اغير طريقه لعبي شويه، اتعامل بذكاء اكتر شويه، والحمد لله عرفت اكسب الماتش دي. كانت اهم حاجه كل سنه المنافسه بتقوى، خصوصا للجيل بتاعي، عشان احنا الجيل بتاعنا في الثلاثينات دلوقتي خلاص. يمكن انا لما كنت صغير لما كان عندي 22 سنه و 23 سنه وصلت نهائي من 10 سنين لعبت مع رامي، بتبقى اصعب للجيل بتاعهم هم. فاهم قصدي؟ ان احنا صغيرين احنا بنطلع احنا بنتعلم، دلوقتي احنا الخبره وبنلعب مع لعيبه اصغر مننا. يمكن عندنا دييجو بيرو عنده 26 سنه، عسل عنده 21 سنه، دول اللي هم الفيتشر زي ما بنقول. فاهم قصدي؟ هم اللي ماسكين دلوقتي، يعني دول اللي هم اللي بيحاولوا يخشوا في الجيل بتاعنا وياخدوا الجيل بتاعنا يشيلوه من التوب دلوقتي، صح؟ فيمكن دلوقتي الاجيال اللي هم اللي زي بول علي انا، احنا الثلاثه اللي بنحاول ان احنا نشد معاهم دلوقتي، واهو هنحاول ان احنا ناخرهم على قد ما نقدر. يعني اي ماتش مرهق، خصوصا لما تلعب في كونديشنز صعبه زي دي، الجو حر جدا جوه الملعب. يمكن الجو جوه الملعب حر اكتر ما انتوا بتتفرجوا وانتوا قاعدين بره الملعب، عشان الملعب زجاجي بيقفل الهواء كمان اكتر. ف خصوصا لما تلعب مع واحد زي بول، هو اصلا بيعتمد على فتنسه كتير جدا في الملعب. ف الماتش كان صعب جدا، الحمد لله عرفت اعدي الماتش. اهم حاجه في الماتشات زي دي انت عارف تكسب. الحمد لله ما دخلناش في جيم خامس كمان، عشان لو كنا دخلنا في جيم خامس كان هياخد مني كتير لبكره. فالحمد لله خلصت الماتش دلوقتي، اروح اشوف الدكتور بتاعي وان شاء الله ابقى فريش بكره. لعبت وصلت النهائي 4 مرات، كسبت البطوله انا مرتين. فانا عندي ثقه ان انا بعرف في الاجواء الحاره، انا قبل كده اثبتنا بعرف الاجواء الحاره والاجواء الساقعه. عشان تلعب في التوب السنين دي كلها لازم تبقى لعيب، ما فيش حد متكامل، بس بتحاول انت توصل على قد ما تقدر ان انت تتعامل مع اي اجواء في الملعب. انا عارف ان الاجواء دي هتبقى لما العبه في اجواء زي كده هتبقى اصعب من اي اجواء تانية، بس دايما اي لعيب تلعب ضده لازم بيبقى فيه حل. فاهم قصدي؟ فممكن الحل بيبقى اصعب من العادي، بس بتوصل له في الاخر، والحمد لله عرفت اوصل له النهارده. اي حاجه في الاسكواش، اي حاجه في الرياضه بتبقى منتال، مش تشغيل الدماغ كتفكير، مش كذكاء لعب، كنشفان مخ. اي حاجه في الرياضه نشفان المخ هي اللي بتاثر، هي اللي بتجيب البطوله. نشفان المخ، كل اللعيبه جوه الملعب بتتعب، بس مين بيبين التعب قبل التاني؟ مين اللي بيعرف يمثل ان هو مش تعبان؟ كل انا وهو كنا ميتين النهارده في الملعب. ما مين هيبقى الناس بتقعد نص ساعه تحت الشمس وهي ما بتتحركش تبقى تعبانه؟ بس احنا تخيل بقى لما تلعب ماتش قرب ساعه ونص. فاهم قصدي؟ فاكيد بتبقى تعبان. بعد اول جيم انا اتكلمت مع المدرب بتاعي جريجور جوتييه وقلت له الاجواء غير طبيعيه، انا مش قادر. بس طبعا كنا لازم نغير التكتيك بتاعنا، كنا لازم ننشف مخنا، لازم ينشف. و زي ما قلت اي ماتش ليه الحل بتاعه، ده مش معناه هعرف اكسب كل ماتش، بس تحاول تكسب معظم الماتشات، والحمد لله النهارده عرفت اعدي يعني.